هذا الموضوع إقامة آخر دورة تصب بمصلحتكم. شلون نحركك كان بالملعب وبعدين نحاول نلعب فريقين؟ من يجي مسؤول ما يعرف القانون أصلاً يقول شلون اقتصرت عليه ركلة حرة مباشرة؟ هو القفز على الخصم. القفز على الخصم يا شباب ركلة حرة. أول كاتبني وأنا كاتبه فجداً اعتيادي، أنا لا ألعب كرة طائرة ولا ألعب تنس، كذلك ركلة حرة مباشرة. الحالة السادسة هو دفع المنافس. كل هاي الحالات كاد أقامة مديرية شباب رياضة نينوى لجنة كرة قدم الصالات دورة تحكيمية للحكام الذين سوف يقودون بطولة أكاديميات محافظة نينوى بكرة قدم الصالات، والحمد لله والشكر تم دعوتي لأكون محاضرا في هذه الدورة، واليوم إن شاء الله تعالى سوف أقوم بطرح وإعطاء الحكام كل ما يتعلق بكرة قدم الصالات من تعديلات حديثة التي طرأت هذه اللعبة من أجل قيادة المباريات والخروج بنتائج إيجابية تليق بهذه البطولة. اليوم دورة تدريبية لحكام خماسي الكرة، وباسم مديرية شباب رياضة نينوى نشكر الدكتور ربيع خلف المحاضر في الدورة. حضر الحضور ما يقارب أكثر من 15 إلى 20 مشارك، ولكن الحمد لله والشكر هذا اللي عملنا بالممكن، ولو هناك بعض الشغلات انه او القضايا اللي بصراحه نفتقدها، لكن هذا اللي قدرنا نعمل به، والحمد لله وشكر دوره ناجحه ومحاضر على مستوى كلش عالي. نشكر وحده خماسيه كره القدم، نشكر مديريه وزاره الشباب، مديريه الشباب والرياضه نينوى، نشكر الدكتور ربيع خلف لإقامة الدورة التحكيمية. بالنسبة لي كمدرب استفادت منها هواي الشغلات، يعني أبسط الأمور اللي تصير مشاكل بالفرق الشعبية أو على مستوى الأندية نشوف تحت المشاكل واعتراضات. بالنسبة لهذه الدورة راح تقوي وتنمي مستوانا التحكيمي. اليوم حضرنا دورة تدريبية لحكام صالات نينوى بقيادة المدرب الكفو الدكتور ربيع وأستاذ عامر بالتعاون مع مديرية شباب رياضة نينوى وإدارة عمال نينوى. الدورة كانت مهمة جدا خصوصا لحنا نحكم الصالات. كانت الدورة يعني تعلمنا كثير من دكتور ربيع بعض الحالات خروج الكرة والتعدي على اللاعب، فالدورة كانت ناجحة. أنا نشكر الدكتور ربيع على ما قدم لنا من معلومات. اليوم على قاعة نادي العمال أقيمت دورة تحكيمية بخاصة صالات كرة القدم، ونشكر مدير الشباب على هذه المبادرة الجميلة لأننا سوف نطلع على القوانين ونعرف أشياء جديدة. نشكر شكر خاص الدكتور ربيع خلف على هذه المبادرة حلوة، وكان شرحه جيد جدا ويعني سهل التوضيح.